السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم طلاب صف الثامن؟ راح نتناول اليوم قاعدة جديدة بعنوان الأعداد المركبة، راح نتعرف على الأعداد المركبة. الآن شو يعني يا الثامن؟ راح تسألني شو يعني أعداد مركبة؟ الآن لو أخذت مثلا 4 14 وأربعة وعشرون، أربعة عشر، أربعة وعشرون. طيب الآن شو الفرق بين هاي الأعداد؟ أربعة بلاحظ إنه عدد مفرد يعني جزء واحد. طب أربعة عشر هاي جزء أول، في عندي جزء ثاني. طيب أربعة وعشرون في عندي جزئين بس فصل بينهم إيش؟ حرف عطف. إذا هون أربعة لحال عدد مفرد، 24 فصل بينهم حرف عطف، إذا بسميه إيش؟ عدد معطوف. طيب 14 عندي جزئين مركبات يعني ما فصل بينهم حرف عطف زي 24. إذا درسنا بتعلق في هذا العدد اللي هو إيش؟ العدد المركب. شو يعني عدد مركب؟ يعني عدد بتكون من جزئين ما فصل بينهم حرف عطف زي 14 11 12. الآن الأعداد المركبة راح تكون من 11 إلى 19. الأعداد المركبة الثامنة راح تكون عندنا 11 إلى إيش؟ إلى 19. اليوم راح نتناول عددين اللي هما 11 و 12. راح نتناول اليوم العددين اللي هما 11 و 12، راح نتحدث عن هذول العددين وشو علاقتهم بإيش؟ بالمعدود. خلينا ناخذ مثال. رأيت كوكبا، اثنين جاء رجلا، ثلاثة مررت ب، زائرة. أول شيء راح أنظر إلى العدد 11 وراح أشوف شو علاقته بالمعدود وشو هو المعدود. الآن رأيت فراغ كوكبا، مين المعدود اللي وقع على العد اللي هو اللي بعد العدد اللي هو كوكبا؟ إذا كوكبا هي إيش؟ معدود. اللي بعد العدد مركب دائما شو بسميه؟ بسميه معدود، ودائما راح يكون عليه ايش؟ تنوين الفتح. كوكبا، رجلا، زائرا. اذا هاي شو بسميها؟ بسميها المعدود. هسه راح نتحدث لكم عن شو اعراب المعدود. الان رايت في امامي العدد 11. الان عندي كوكبا مذكر صح؟ مذكر مش مؤنث. ورجلا مذكر. وزائرا مذكر. الآن العدد 11 راح يوافق بجزئي المعدود، راح يوافق بجزئي المعدود. كيف يعني راح يوافق بجزئي؟ يعني إذا كان معدود مذكر راح يكون عنده جزئين إيش؟ مذكر. يوافق المعدود بجزئي، راح يوافق المعدود ايش؟ بجزئي. بما انه معدود مذكر اذا راح احكي رايت، راح احكي 11 ولا 11. بما انه مذكر واحنا قلنا العدد 11 يوافق المعدود بجزئي، اذا راح احكي رايت 11 كوكبا. خلينا ايش؟ هي وافق المعدود بجزئي 11، وافق المعدود بجزئين، مذكر راح يكون عندي هون مذكر، ما بصير احكي 11 لأنه راح تصير مؤنث، بما انه معدود مذكر والعدد 11 راح يوافق المعدود بجزئيه، إذا راح احكي يا ثامن رأيت 11 كوكبا. جاء كمان المعدود مذكر 11 رجلا، مررت ب 11 زائرا. طيب الآن
بالنسبة لضبط الحركات العدد 11 مهما كان موقعه، مش تحكي لي إذا فاعل بحط ضمة وإذا مفعول به فتحة وإذا مجرور كسرة. العدد المركب دائما يبنى على فتح الجزئين مهما كان موقعه من العراق. كيف يعني فتح الجزئين؟ يعني الجزء الأول فتحة والجزء الثاني إيش فتحة؟ شو مكان الموقع؟ فاعل مفعول به اسم مجرور دائما بحط فتحة، هو اسمه عدد مركب مبني على فتح إيش؟ الجزئين. 11 رجلا، 11 زائرا، فتح الجزئين يعني الجزء الأول عليه فتحة والجزء الثاني شو عليه؟ فتحة بغض النظر عن موقعه من الإعراب. إذا أنا بحكي لك اضبط لي العدد المركب يا تامن، راح تحط لي فتحة على الجزء الأول وعلى الجزء الثاني بدون ما تطلع على موقعه من الإعراب، بدون ما أنا أنظر لموقعه إيش من الإعراب. إذا العدد 11 يوافق المعدود بجزئين. كيف يعني؟ يعني إذا جاء المعدود مذكر راح يكون الجزئين مذكر، إذا جاء مؤنث راح يكون الجزئين إيش؟ مؤنث. الآن كيف راح أعرف أنا المعدود؟ المعدود دائما راح يجي على تنوين فتح وراح يكون إعرابه. الآن مين وقع على العد؟ 11 كوكبا، دائما اللي بعد العدد بسميه إيش؟ معدود. 11 رجلا، رجلا هي المعدود. 11 زائرا، مين وقع على العد؟ اللي هو الزائر. إذا هاي كلها بسميها ثاني بسميها إيش؟ معدود. دائما معدود هاي الأعداد المركبة يعرب إيش؟ تمييز. تمييز منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح. إذا سواء كان كوكبا ولا رجلا ولا زائرا راح يكون الإعراب تمييز منصوب وعلامة نصبه تنوين إيش؟ تنوين الفتح. هاي بالنسبة لل11. طيب خلينا نشوف الإعراب. الآن رأيت، رأي فعل ماضي مبني على السكون، التاء المتحركة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. الآن كيف راح أعرف العدد 11؟ الآن دائما يعرب العدد المركب اللي هو 11 دائما راح يكون الإعراب. خليك معي راح أبدأ في الإعراب. شو راح أحكي؟ عدد مركب مبني على فتح الجزئين. كيف فتح الجزئين؟ يعني الجزء الأول فتحة والجزء الثاني إيش؟ فتحة بغض النظر عن موقعه من إيش؟ من الإعراب. في محل، إذا دائما ببدأ في إعراب العدد 11 بحكي، طبعا جميع الأعداد من 11 إلى 19 باستثناء 12 عند الإعراب، شو بحكي يا تامن؟ بحكي عدد مركب مبني على فتح الجزئين في محل. الآن راح أشوف موقعه من الإعراب. في الجملة الأولى عندنا فعل وفاعل، إذا مبني في محل عدد مركب مبني على فتح الجزئين في محل نصب مفعول به. الجزء الثاني جاء فعل ماضي مبني على الفتح، إذا هون راح يكون فاعل، بس أنا ما بحكي فاعل على طول، شو بحكي؟ عدد مركب مبني على فتح الجزئين في محل رفع فاعل. مررت به في انتهاء جار، بس ما هعرف اسم مجرور زي ما حكينا. عدد مركب مبني على فتح الجزئين في محل جر بحرف الجر. هاي طريقة إعراب الأعداد المركبة من 11 إلى 19، طبعا باستثناء العدد 12 له إعراب إيش خاص. إذا العدد 11 يوافق المعدود بجزئين، بمعنى إذا كان المعدود مذكر راح يكون الجزئين مذكر، وإذا كان المعدود مؤنث راح يكون الجزئين إيش؟ مؤنث. الآن المعدود اللي هو بيجي بعد العدد المركب ويقع عليه العد، دائما راح نضبطه بهاي الحركة وراح يكون إعرابه تمييز منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح. العدد المركب يعرف عدد مركب مبني على فتح الجزئين في محل، باش نشوف موقعه إيش؟ من الإعراب. وإذا طلب منك تضبط العدد المركب فتح الجزئين، شان فتح الجزئين يعني أنا بضع فتحة بغض النظر عن موقعه إيش؟ من الإعراب، سواء كان فاعل مفعول به مجرور، دائما فتح الجزئين يعني الجزء الأول عليه فتحة والجزء الثاني شو عليه؟ عليه فتحة.
إذن هاي بالنسبة للعدد 11. الآن راح نشوف هاي عدد 11 المذكر، راح ناخذ عدد المؤنث. رأيت فتاة جاءت امرأة ثلاثة في المكتبة قصة. طيب هون كمان راح نضاف العدد 11 بس راح يكون ايش؟ مؤنث. الآن رأيت فراغ فتاة امرأة قصة، هاي كلها شو حكينا عنها؟ بنسميها ايش؟ معدود. كيف راح اضبطها؟ راح اجي احط تنوين ايش؟ تنوين الفتح. وراح يكون الإعراب معدود الأعداد المركب على طول، تمييز منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح. طيب الآن عندي العدد 11، الآن المعدود عندي مؤنث، فتاة امرأة قصة، جميعها ايش؟ مؤنث. إذا المعدود مؤنث، وحكينا إنه العدد 11 يطابق المعدود بجزئين، بما إنه المعدود مؤنث فراح أخلي العدد 11 الجزئين ايش؟ مؤنث، راح تصير رأيت إحدى عشرة فتاة، جاءت إحدى عشرة امرأة في المكتبة إحدى عشرة قصة. طيب الآن بنلاحظ إنه طابق المعدود جزئي، جاء عندنا المعدود مؤنث والعدد المركب اللي هو 11 طابق المعدود جزئي، فجاء إيش؟ فجاء مؤنثا. حكينا بالنسبة للإعراب رح نبدأ بالإعراب اللي هو عدد مركب مبني على فتح الجزئين في محل كذا. رح نبدأ بالإعراب عدد مركب مبني على فتح الجزئين في محل، عدد مركب مبني على فتح الجزئين في محل. أيضا 11 راح تكون عدد مركب مبني على فتح الجزئين في محل. طيب الآن رأي فعل ماضي مبني على السكون، التاء المتحركة وضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. إذا عدد مركب مبني على فتح الجزئين في محل نصب مفعول به. جاء فعل ماضي مبني على الفتح، تاء الثانية الساكنة على محل علامة الإعراب. إذا 11 عدد مركب مبني على فتح الجزئين في محل رفع فاعل. في المكتبة 11 قصة، أصلها 11 قصة في المكتبة. دائما لما تبدأ الجملة، لما يبدأ عندي في الأول شبه جملة راح تكون هاي إيش؟ هي الخبر، واللي بعديها إيش؟ مبتدأ، صح؟ عدد مركب مبني على فتح الجزئين في محل رفع إيش؟ مبتدأ، لأنه أصلها 11 قصة في المكتبة. طبعا معدود هاي الأعداد المركبة راح يعرب إيش؟ راح يعرب تمييز. الآن راح ننتقل إلى العدد 12. طبعاً العددين 11 و 12 يوافقان المعدود بجزئيهما، بس راح يختلفوا عن بعض في الإعراب. راح يختلفوا عن بعض في إيش؟ في الإعراب. 12 راح يختلف عن باقي الأعداد المركبة في إعرابه.
رأيت عاملا. الآن بالنسبة للعدد 12 راح يوافق المعدود. عاملا راح أجي أحط عليها تنوين الفتح لأنه حكينا معدود الأعداد المركبة راح يكون تمييز منصوب. الآن عامل هي مذكر وراح يكون إعرابها تمييز منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح. طيب الآن العدد 12 زي العدد 11 يوافق المعدود بجزئيه. عامل المذكر معناته راح يكون جزئين ايش؟ مذكر. الآن في عندي في العدد 12 راح يطلق عندي في المثنى. كيف يعرف المثنى يا تامن؟ يعني راح يرفع بالألف وراح ينصب ويجر بالياء. الآن رأيته، رأي فعل ماضي مبني على السكون، تاء متحركة ضمير متصل مبني في محرف فاعل. معناته راح أحكي اثنين ولا اثنتين؟ بما إنه مذكر راح أحكي إيش؟ رأيت اثنين عشرة رجلا عاملا، عفوا، رأيت اثنين عشرة عاملا. راح ليش حكيت اثنين؟ لأنه مفعول به والمفعول به منصوب، بما إنه مثنى المثنى ينصب بإيش؟ بالياء. بما إنه مثنى راح ينصب المثنى بإيش؟ بالياء. جاء زائرا، طبعا هاي تمييز منصوب على تصبيه تنوين فتح. الان عندي مذكر راح يوافق المعدود. بالنسبه للعدد 12 انا اضع في الفراغ الياء، اما ياء اما اثني او اثناء حسب الموقع، اذا كان نصب او جر اثني، واذا كان رفع تكون ايش؟ اثناء. الآن جاء في الماضي مبني على الفتح، إذا راح يكون عندي هون فاعل، فراح أحكي 12 رجلا، ما بصير أحكي اثنين لأنه راح يكون نصب أو جر. جاء 12 رجلا أو زائرا، عفوا، جاء 12 زائرا. طيب الآن كيف راح أعرف العدد 12؟ حكينا العدد 11 عدد مركب مبني على فتح جزئين في محل كذا. بالنسبة للعدد 12 رأيت 12. الآن الجزء الأول راح يعرب إعراب إيش؟ المثنى. الجزء الأول هو 2 أو 2 راح يعرب إعراب إيش؟ المثنى. الآن رأي في الماضي مبني على السكون، التاء متحركة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. إذا 2 ما بحكي عدد مركب، لا، راح أعرب إعراب المثنى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى أو من حكم المثنى. نفس الشيء اثنا جاء فعل ماضي مبني على الفتح، اثنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. شفتوا كيف صار عندنا اعراب العدد 12 غير عن العدد 11 وغير عن كل الاعداد المركبه. الان الاعداد المركبه يا تامر من 11 ل 19 عدد مركب مبني على فتح الجزئين في محل حسب موقع الاعراب. الان العدد 12 راح نعرفه كل جزء لحال. الجزء الاول راح يعامل معامله المثنى، و10 راح تعرف كيف؟ 10 هنا راح تعرف اسم مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. إذا العدد 12 صح أيضا زي العدد 11 يوافق المعدود بجزئيه، بس راح يختلف عنه في الإعراب. راح يعرب الجزء الأول إعراب المثنى، والجزء الثاني اسم مبني على الفتح لا محل له من إيش؟ من الإعراب. ماشي تامر؟ طبعا المعدود دائما معدود الأعداد المركبة من 11 ل 19 راح يكون ايش؟ تمييز. الآن راح نشوف بالنسبة للمؤنث. فتاة
مررت بي زائرة. الآن العدد 12 نفس الشيء. رأيت فراغ فتاة مررت به فراغ زائرة. طبعا هذا المعدود على طول راح يكون إعرابه تمييز منصوب وعلامة وصله تنوين الفتح. سواء كان فتاة أو زائرة. الآن العدد 12 راح يوافق المعدود الجزائي. في عندي مؤنث في أمامي مؤنث، معناته راح يوافق الجزئين. راح أحط أنا ألف أو ياء حسب الموقع من إيش؟ من الإعراب زي ما حكينا. الآن رأيت رأي في الماضي مبني على السكون، التاء المتحركة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. رأيت معناته أحكي اثنتي ولا اثنتا؟ بما إنها مفعول به منصوب راح أحكي رأيت اثنتي اثنتي عشرة فتاة. رأيت اثنتي عشرة فتاة. مررت بي كمان في عندي حرف جر، إذا راح أحكي اثنتا ولا اثنتي؟ مررت باثنتي عشرة زائرة. الآن راح يكون الإعراب طبعا عدد 12 راح أعربه بجزئين زي ما حكينا. الجزء الأول إعراب المثنى، إذا اثنتي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. الجزء الثاني اللي هو عشرة اسم مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. نفس الشيء اثنتي بما أنها سبقت بحرف جر راح تكون اسم مجرور المثنى جر الياء وعلامة جره الياء لأنه مثنى. وعشرة دائما بكون إعرابها في العدد 12 اسم مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. اسم مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. اسم مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. طيب خلينا نأخذ على حالة الرفع. لو جيت حكيت لك الآن عندنا يا تامن جاءت فراغ عاملة. أول شيء وين المعدود اللي هو وقع على العد اللي هو عاملة؟ بحاجة أحط عليه تنوين الفتح لأنه حكينا دائما إعرابه تمييز منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح. الآن المعدود جاء عندي مؤنث، وإحنا قلنا إن عدد 12 يوافق المعدود جزئين. إذا راح أحكي راح أحط إما اثنتا أو اثنتين. الآن راح أشوف شو الموقع. إذا رفع اثنتا وإذا نصبه جار اثنتي. جاء في الماضي مبني على الفتح، تاء التانية الساكنة لا محل لها من الإعراب، إذا راح يكون عندي موجود فاعل هون. راح أحكي معناته جاءت اثنتا عشرة عاملة. جاءت اثنتا عشرة عاملة. الآن شو راح يكون الإعراب؟ راح أعربه بجزئين. اثنتا راح تكون إعرابها فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. وعشرة اسم
مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. إذا المستنتج يا تامر إنه العددين 11 و 12 يوافقان المعدود بجزئيهما. إذا كان المعدود مذكر إذا راح يكون الجزئين مذكر، وإذا كان المعدود مؤنث راح يكون الجزئين إيش؟ راح يكون الجزئين مؤنث. بالنسبة للمعدود، معدود الأعداد المركبة من 11 إلى 19 راح يكون منصوب، وراح يعرب تمييز منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح. الآن يختلف إعراب العدد 12 عن الأعداد المركبة جميعها. الآن من 11 إلى 19 راح يعرب في البداية عدد مركب مبني على فتح الجزئين في محل حسب موقعنا الإعراب. وراح نفتح ايش الجزئين بغض النظر عن موقعه ايش من الاعراب. الان عدد 12 راح يعرب اعراب المثنى جزئين، الجزء الاول راح يعرب اعراب المثنى والجزء الثاني راح يعرب اسم مبني على الفتح لا محل له من ايش من الاعراب. الان اذا كان بالرفع راح احكي اثنان عند المذكر، بالنصب والجر اثنين، عند المؤنث بالرفع اثنتا وبالنصب والجر ايش اثنتين. الان خلينا نلخص القاعده. خص لكم تعمل قاعدة العددين 11 و 12. العددان 11 و 12 يوافقان المعدود بجزئي هما. بمعنى إذا كان المعدود مذكر راح يكون جزئين مذكر، وإذا كان مؤنث راح يكون جزئين إيش مؤنث. هاي أول شيء. العدد 12 يختلف في الإعراب عن باقي الأعداد المركبة، فهو يعرب إعراب المثنى في جزئه الأول والجزء الثاني يعرب اسم مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. العدد 11 يبنى على فتح الجزئين مهما كان موقعه في الجملة، ويعرب عدد مركب مبني على فتح الجزئين في محل حسب موقعه من الجملة. الآن آخر شيء معدود الأعداد المركبة من 11 إلى 19 يأتي منصوبا ويعرب تمييزا. يأتي منصوبا ويعرب تمييزا، يعني العدد 12 يختلف عن باقي الأعداد المركبة من 11 إلى 19. جميع هذه الأعداد المركبة من 11 إلى 19 تبنى على فتح الجزئين، بمعنى أنه بحط في الجزء الأول فتحة والجزء الثاني فتحة مهما كان موقعه من الإعراب، ويعرب عدد مركب مبني على فتح الجزئين في محل كذا. أما العدد 12 راح نقسمه جزئين، الجزء الأول راح يعرب إعراب المثنى في الرفع بالألف والنصب والجر بالياء، والجزء الثاني اللي هو 10 أو 10 راح يعرب اسم مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. هيك بنكون انتهينا من قاعدة العددين 11 و 12.
ولكن ساري إنه العددين 11 و 12 علاقتهم بالمعدود إنهم يوافقوا المعدود. الحصة القادمة إن شاء الله هنستكمل الثامن، ويعطيكم العافية.